دائما في معلومات بتكون هيك راسخة براسنا فيما يتعلق بالحيوانات ورعاية الحيوانات الأليفة. ناري ماركريان الناشطة في هالمجال راح تحكي لنا شو هي المعلومات اللي لازم تكون موجودة عندنا والأساس في تربية الحيوانات الأليفة. صباح الخير ناري. صباح النور دانا، كيفك؟ الحمد لله. بدي أذكر هيك بشكل سريع، الأسبوع الماضي قبل أسبوعين، قبل ثلاث أسابيع والله بمرق الوقت بسرعة. شفتي كتير. شو حكينا؟ حكينا إحنا جملة بنعرف إنه هي صح أو بقتنعين إنها صح، بس طبعاً بيكون فيها معلومات مغلوطة. بشكل سريع نذكر فيها. قلنا هذيك المرة استذكرنا نقطتين من الـ How to do wrong. قلنا أول نقطة إنه مش لازم نسأل أهل البيت إذا ممكن نجيب أي حيوان أليف مثل بسة أو كلب، which is wrong. لازم دائماً قبل ما نجيب بسة أو كلب على البيت نأخذ موافقة كل أعضاء الأسرة، خصوصاً الماما، حتى نتأكد إنه الكل موافق وما عندهم حساسية، حتى هذا ما يأثر على أهل البيت ولا يأثر على الحيوان الأليف. صحيح. تاني نقطة ذكرنا أنه مصدر الحصول على الحيوانات الأليفة، وركزنا خصوصا عندنا بالأردن أنه هو ممكن يكون من بيت شوب أو مراكز إنسانية لرعاية الحيوان، أو ممكن أنا أقدر أحصل عليها من الشارع لما أطلع أشوف بسة. وذكرنا أنه لازم أي مكان لما نحصل عليها الحيوان الأليف، سواء من مركز الإنساني أو بيع محلات بيع الحيوانات الأليفة، لازم نتأكد أنه هذا المصدر اللي احنا حصلنا منه متوافق بالهايجين ستاندردز، القواعد الصحيه. اوكي. هلا المعلومه الصح اللي عندنا اياها انه لما نجيب بس او كلب او اي حيوان اليف لازم نقص دينه او نقص ديله او نخلع مخالبه عشان انظف، عشان اذا شرس بيصير ببطل شرس. هاي المعلومه اللي عندنا. اكشولي اذا هم مش انه ببطل بيصير شرس، الفكره انهم بحبوا الحيوانات يكونوا شرسه وخصوصا الكلب. هاي للاسف معتقد كثير خاطئ. عاده لما الناس يشتروا كلب أو ياخدوا كلب صح، أول إشي بروحوا بقصوا دهنه أو ديله، بقولوا إذا قصينا دهنه ووكلناه معناته بصير كلب شرس، عشان إذا للحراسة بالضبط. هذا غلط. في أسباب كتير تقول لك أنه ما بصير نقص دهنه، لأنه أول إشي لما ربنا أعطى لهذا الحيوان دان معناته ربنا أعطى الدان لسبب معين. هلأ الدان إذا قصينا، هم يجولي شو بيعملوا المكان المدبدب اللي بيكون شكل الهرمي بقصوا، في اعتقادات غير أنه بيكون شرس، انه والله هذا اسهل للانظف، بكون انظف ما بصير عنده التهابات. سوري اليوم شوي صوتي رايح، بس هو بالنهايه يعني هو كائن حي، احنا ما بيطلع لنا نقص، بصير ما بصير نقص. وفي مثلا نوع من الكلاب اللي هم دانهم بكون طويل لتحت، فبقصوا بقولوا انه يمكن الكلب ما بسمع عشان هيك. لكن بدي أقول شغلة، الكلب عنده حاسة السمع أقوى من البشر بثلاث أضعاف. وإذا قصينا قلدان الكلب تعرفش كيف بقصوه، ما بيعملوا أناستاسيا، تخدير. وبعد التخدير حتى بيكون فترة العلاج الهيلينج، بلفوا دان الكلب إما بالبانداج أو بالتيت. يعني شوفي أنت قدي بيعاني الكلب من هذا الشيء. تاني إشي بيكون عرضة للالتهابات أكتر، عرضة للهواء أكتر، لأنه فجوة الدان مفتوح. حتى هاي الفجوة الطويلة للدان هو محطوط ل سبب، زي كيف احنا عندنا الدان الخارجي انه نقدر نستوعب الصوت. هي السبب. اما نقص نوكل عشان يصير شرس، طبعا هاي معلومه خاطئه جدا جدا. نيجي بالنسبه للديل، الديل هي عباره عن شو؟ الديل هو فتر، يعني نيجي ناخذ من طرف ديل البسه او الكلب، هو تواصل مكامل للعمود الفقري. تخيل يجي حدا يقص عنده نص عمود الفقري ويقول انت ما بتحتاجي نص عمود الفقري تبعك، كثير صعب صح؟ ليش هو الديل موجود اصلا؟ ليش ربنا حط ديل للكلب؟ أول إشي للكوميونيكيشن، للتواصل. الكلب السيجنالز اللي بيعطي من وراء ديله إله مؤشرات. إذا الديل مثلا نزله لتحت حط بين رجليه معناته الكلب خايف. إذا وقف الديل بشكل كلبه بس ولا بس الكلب، هلأ أنا عم بحكي عن الكلب. إذا الديل وقفه، هم عادة ما بقصوا ديول البسس، الكلاب أكثر. الكلاب بس في ناس بقصوا، ليش؟ بياخدوا مبدأ الكلب وبطبقوا على البسة، which is غلط. أوكي. فإيش الكلب إذا نزل الديل حط بين رجليه معناته هو خايف، بحس انسكيور. اذا وقفه بشكل عمودي معناته هو مهيئ بده يعمل إشي، وعاده بيستعمل الكلب اذا عمودي للهجوم. اذا كان بتأهل للهجوم. اذا الكلب مثلا ديله صار يودي يمين شمال معناته سعيد. فتخيل لما انا اقطع ديله، انا كبني ادم مش رح اقدر اعرف السيجنال شو اذا بده يهجم علي او سعيد او خايف. زي كانه حدا بده يمحي تعابير وجهنا. بالضبط بالضبط زي ما قلتي. شغله ثانيه، ليش الديل مهم؟ خصوصا بالصيف لما يجي على الكلب حشرات بالديل بكش، زي البقر. البقر لما يجي على حشرات بديله بصير يكشكش. بالشتاء بيستفيد انه لما ينام، زي ما احنا بنحط الحاف على حالنا، هو بلف ديله حواليه فبدفي حاله. كمان بيستعمل للسباحه،
احنا نعرف انه الكلاب كتير شاطرين بالسباحة مش زي البساس لانه بستعمله للبالانسينج، نفس الشغلة بستعمله بالانسينج للمشي حتى ما يختل توازنه ويعرف الاحجام اللي بده يدخل، اذا الحجم ضيق ما بدخل فيه، اذا الحجم عريض بدخل فيه. نيجي على خلع المخالب، في ناس كتير بقولوا لك لما بدهم ياخذوا البسه بليز خلينا نخلع المخالب. طبعا هذا غلط، احنا ما بدنا يخربش الفرنيتشر. هلا ممكن انا اعمل تريننج للبسه انه ما يخربش، بس خلع الاظافر شو مشكلته؟ اول إشي الاظافر محطوط ليه؟ الاظافر الخلفيه او الاماميه، هلا انا بحكي هذا سواء للبسه او الكلب. البسه او الكلب ما يصير عندهم اي مشكله على الجلد عندهم او على الشعر، حتى الشعر الزايد او الشعر المكعبل، اذا بتلاحظي بيفتح خالبه وبصير يكشكش حاله زي اللي بمشط حاله وبشيل الأشياء المش نظيفة. البسة لما تطلع مثلا بدها تعمل ليترين تستعمل التواليت تبعها إلهم رمل، فالرمل لما تخلص من استعمال التواليت بتكشكش بأصابعها بأظافرها، فهاي الأظافر هي الكلب أو البسة بتغطي الوسخ اللي عملتها، وبنفس الوقت هي كغريزة هاي الحركة. خلع الأظافر بتسبب أول إشي إنه الكلب أو البسة نفسيا تتعب. هلأ ممكن ناس كتير يتحكوا نفسيا، كيف؟ تخيلي أنا بحكيك إحنا كبني أدمين يجي نحكي والله الرجل محتاجين نكشوا نطلعوا، طبعا نفسيا رح نتعب بلس إنه إحنا مش رح نقدر نعمل نشاطاتنا الثانية، وبتسبب دخول التهابات. هاي كتير مهمة صح. وبنفس الوقت خصوصا الأظافر والأظافر محطوطة لحالة حماية، لما إيش بده يهجم على الحيوان بيستعمله للحماية. فإذا هاي حجتنا إنه إحنا عشان ما يخرب الفرنيتشر عندنا مفروض نترك كل جزء موجود بالحيوان لأنه ربنا حطه لهدف معين لوظيفة معينة، وندرب الحيوان إنه ما يخرب. كيف ندربه إنه مثلا ما يخرب الأثاث أو الأبواب؟ شوفي هاي التدريبات إذا بكون الشخص هو بدربه أو في بكونوا في ترينرز. هل أنا كمان حابة سؤالك كتير مهم، حابة أوجه شغلة مهمة. الترينر اللي مفروض يدرب البسة أو الكلب مش ياخد البسة أو الكلب يودي عنده أو بمركز إنسان ويدربه يقول لك خلاص البسة تدربت أو الكلب، لا مفروض يتدرب بمكان المحيط اللي هو بده يعيش فيها، لأن الكومنز اللي بده ينعطاله بده ينعطاله على أشياء معينة وبأسلوب معين. وخصوصا الكلب لما بده ياخد كوماند أو أوردر إنه ما تعمل هذا الشيء مفروض ياخد من الشخص اللي هو بده ينتمي لإله، يعني الليدر تبعه اللي رح يسمع منه بعدين بالضبط. فما بصير أنا أودي على مركز إنساني أو أي مكان أقول له خذوا دربوا كلبي ورجعوا لي، لازم التريننج يكون بنفس المكان اللي هو عايش فيه الحيوان. أوكي. طيب من المعلومات اللي عندنا كمان إنه مش ضروري يكون في شهادة صحية للحيوان اللي رح نقتني، يعني بس نوثق بكلمة خلينا نحكي البائع أو الشخص اللي سلمنا هالحيوان إنه خلاص هو صحته منيحة وعنده شهادة، مش ضروري يكون عندنا شهادة صحية. بالضبط. هلا للأسف شو بصير عندنا؟ إحنا عادة عندنا بالأردن الناس بيشتروا كلاب. أوكي. إحنا مش ضد إنك تشتري، بس اشتري ضمن المواصفات الصحية القواعد المطلوبة. هلا لما يروحوا يشتروا كتير احنا بصير عندنا حالات هيك، انه انا اجيت مثلا اشتريت من بيت شوب كلب، اعطاني الكلب خلاص دفعت له ال 150 دينار وات ايفر وبطلع بساله طب هذا الكلب مطعم؟ خلاص على عاتقي. ما في شيء اسمه على عاتقي، مفروض شهاده بدي مفروض رسمي. لما اروح اشتري اي حيوان اليف المحل ملزم ملزم انه يعطيني شهاده. الشهاده ايش بكون مكتوب فيه؟ اسم الحيوان وات ايفر يعني الجنس تبعه وعمره والتطعيم اللي أخده. طبعا التطعيم اللي أخده كيف لازم يكون؟ بكون طبعا هو في تيمبلت، بكون نوع التطعيم أي تطعيم الحيوان اللي بدي أخده يكون بالعلبة عليه استيكر جاي من شركة الأدوية، مفروض هذا الاستيكر الطبيب أو البيت شوب يشيله يحطه على السيرتيفيكيت وجنبه يوقع ويختم اسم المحل. ما في إشي اسمه والله الثقة أنت أعطيت ولا ما أعطيت. هذا شغلة مهمة كتير. الفاكسينز، الفاكسينز اللي هو التطعيم لهم تطعيم شهرية أو سنوية وفي عمر محدد، يعني ما بنقدر احنا نعطي تطعيم لبس أو كلب دغري إن ولد. هلأ ليش التطعيم مهمة؟ التطعيم أول إشي بتحمي من الأمراض السارية، ثاني إشي لما أنا بدي أربي عندي حيوان أليف من البيت من مصلحتي أنا كشخص وأفراد الأسرة إنه يكون هذا الحيوان الأليف عنده تطعيم. والتطعيم مهمة عندنا بالأردن ليش؟ وبدي كل الأنحاء العالم خصوصا بحالة الكلب. إذا أنا عندي بربي كلب بالبيت بمنطقة سكنية دائما لازم ارخص كلبي عن طريق امانه عمان الكبرى قسم رعايه الحيوان. هذا شغله مهمه، which is احنا للاسف الشديد 80% من اللي بربوا حيوانات عندنا بالاردن ما بيعرفوا هذا الشيء، مش لانه هم ما بدهم، لا لانه ما فيش نوع من التوعيه من هذا الديبارتمنت انه لازم انت ترخص كلبك.
ترخيص الكلب بيكون انه اهم شيء لازم الكلب يكون ماخذ اللي هو تطعيم الربيز اللي هو داء الكلاب. الربيز هو عبارة انه لما الكلب يعض، في ناس بيروحوا زمان كانوا بياخذوا ابر بالمستشفيات انه كلب عضني ما بعرف اذا ممكن امرض ولا لا. فهلا هاي يختصر انه لازم تاخذ انت من المحل، فما في شيء اسمه انا بثق فيك يلا اعطيني اياه. لازم يكون كل شيء عندي دوكيومنتد. صح مزبوط موثق. برضو انه مش ضروري زيارة دورية، يعني بشكل خلينا نحكي متتابع كل شهر كل شهرين كل ست شهور نشوف كيف وضع الحيوان اللي عندنا صحيا، انه خلاص وضعه منيح عندنا شهادة ما منكمل ما منتابع. طبعا هاي درجة كتير بقول لك، ما هو حيوان عايش عايش بالشارع، اللي عايش بالشارع يعني أحسن اللي عايش بالبيت. طبعا هذا الحكي غلط. صح اللي عايش بالشارع، أنا بدي أحكي لك عمر افتراضي، الكلب يعني بيعيش من بين 15 يعني لغاية 15 سنة، العمر الافتراضي تبعه من 13 ل 15. أوكي، والبس نفس الشيء، بس في أحيانا بتلاقي حيوانات بموتوا قبل من هذا العمر أو أكبر من هذا العمر. هلأ كل ما اهتمينا ورعينا بالحيوان وأعطينا حقه من الرعاية وكان النظام الغذائي تبعته أفضل، كل ما كان عاش عمر أكتر. كل ما اهتمينا فيه وما أعطينا الأشياء اللازمة اللي ينعطى، كل ما قل عمره الافتراضي. لنفرض تبعون بأساس الشوارع، وتشيز أنا كنت واحدة منهم، بقول طب كيف هدول عايشين؟ احنا we are not monitoring هدول البسس. البسس اللي الشوارع عايشين على الحاويات. أوكي؟ الحاويات مش عم بياخد منه أي إشي يأكل substance solid ينزل المهم بمعدته whatever is left over بالحاويات من مأكولات أو خبز ناشف أو whatever الناس بحطه. لكن عمر لهم الافتراضي بيكون 7 سنوات لأنه ما عم بياخدوا التغذية الكافية من صح. هذا الموضوع. فيفضل دائما وأبا أنه كتير نهتم بشغلات الفاكسينز، كتير نهتم بهاي الأمور لأنه هي اللي بتمد عمر الافتراضي للحيوانات الأليفة. كمان الأشياء الدارجة أنه عادة ما منحب نجيب أكل خاص للحيوانات، إنه من أكل البيت مثلاً إذا كلاب عظام، لأنه بالشارع مثلاً ما بيأكلوا أكل أحسن. والأكتر إشي وين يعني، الحمد لله الكلاب عنا عايشين كلهم على عظام KFC والبوبايز. طبعاً مش هذا إعلان للمطاعم. لا، في ناس كتير بقول لك إنه العظم كتير حلو للكلب لأنه الكلب بحب عظم، الكلب بحب العظم عشان يسنن أسنانه. والبسة ممكن تأخذ عظم يعني إذا هي جوعانة أكيد في إشي رح تأكل، لكن ما بتاخذ النيوترينتس الاليمنتس اللي هي التغذيه الكافيه، المواد الغذائيه. يعني نحكي هلا نجيب كلب عندي بياكل اكله الطبيعي ونجيب كلب ياكل عظام، كيف ممكن نعرفهم؟ كشكل ببين، اذا واحد كان مثلا مهتم بهاي الامور بيعرف الشعر اول شيء بكت بسرعه اللي بياكل عظام، وزنه بيكون خفيف، عضلاته بيكون خفيفه. ثاني شيء نحاول نفرق بين البراز، اللي بياكل عظام برازه بكون لما يخرج اخراجه بكون متفتت زي غبر، بتحسي رمل مش متماسك ولونه كتير فاتح. اللي بياكل اكل الحيوانات تبعه المختص بتلاقي عنده الاخراج متماسك ولونه غامق. هلا شو الفائده؟ ما هو بقول لك ارخص العظام، صح هو ارخص او بحط لك من اكل البيت. كل نوع من الحيوانات الاليفه حسب جنسه البريد تبعه يعني له اكل معين. مثلا عندنا البسس في انواع كثيره من الشركات اللي بتصدر اكلات بسس تعمل، لكن في ماده التورين فيها خفيف، فعشان هيك في ناس بحطوا فود اديتيفز، بحطوا تورين عشان يكتر عند البسه، بينما الكلب ما بيحتاج التورين. فكل فصيله لازم يكون اكله الخاص فيه حتى يكون قوي. يعني كلب حراسه بيقولوا لك بزتوا له كلب، وبعدين بقول لك طخيت كلبي لانه دخل حرامي وما قدر يعمل شيء فطخيته. طبعا هذا كمان غلط، انت مش عارف شو الظرف كيف دخل وكيف طبعاً. الكلب ما حس فبقول لك طخيته. مش قادر يركض، ليه؟ لانك انت عم بتوكل طول الوقت عظم، مش عم تعطي له المأكل. هلا غلط ياكله عظم قطعيا؟ هلا ممكن ياكل العظم ليسنن اسنانه، بس مش وجبه يعني. زي تسلاية سناك سناك للكلب عشان يقوي أسنانه. كيف أنت بتجيب الحديد سوري السكين بتحطي على الحجر الأسود بحفه عشان يقوى، نفس الشيء هو بقوي أسنانه. بعدين الكلب بحب يلحس، فهذا له سبستنس أنه يلحس، بس مش أكل وجبة رئيسية. تخيلي إحنا كبني أدمين تو إكسكلود الخضار من حياتنا، بصير عندنا نقص فيتامينات معينة، وبالتالي هذا النقص بأثر على الفانكشنز اليومي تبعونا. نفس الشيء الحيوان، في
هيك مأكولات مثلا للهاسكي، في مأكولات خاصة للسمول بابيز، وحسب العمر كل عمر له أكل الخاص. كل ما أنا اهتميت بطبيعة أكله، الشغلة مش نسترخص ومش من الغالي، الشغلة إنه نعطي له أكلة كويسة، هذا أهم شيء. هلأ ما بيصير من الأشياء اللي بناكلها نطعميه أبدا، بل في أشياء مفيدة يعني. هلأ ممكن يأكلها يعني خصوصا هلأ أنا أقول لك، ممكن أنت لما تعملي السمك بالبيت البسس والكلاب يكونوا excited. هلأ ممكن أنا مثلا شو ممكن أعمل، أجيب دراي فود أكلهم من المحل، وأجيب تونة بمي أصفي وأهرس التونة وأحطه بالدراي فود وأعطيه. هاي تونة بيأكل البني آدم مثلا. ممكن من فترة لفترة مثلا إذا في عندي هوت دوغ أواكله. ممكن أنا أحكي لك عن كلبي، كلبي بحب الفلافل الخضرة كتير مع انه انا بوكله الدراي فود الخاص تبعته، بس هو استيل بحب الخضار. بس مش كل نوع خضار يعني، لازم نتجنب البصل لازم نتجنب البصل سوري لازم نتجنب البقدونس الفلفل الحار، هاي الاشياء لازم نتجنبها. بس ما نعملها وجبه رئيسيه. يعني في ناس شو بيعملوا، بياكلوا فاصوليا ورز بخلطوا بحطوا. هلا انا ممكن ابعطي احيانا لكلبي، بس مش هذا وجبه الاساسي. لا مش هذا الاساسي. طب الرز منيح، الرز إذا خلطتي إذا سلقتي وخلطتي مع لحمة أوكي ممكن، بس اللحمة مش لازم تكون مقلية. يعني في ناس كتير أنا بعرفهم بيعملوا أكل الكلب بالبيت، عبارة عن بيجيبوا لحمة بسلقوه، مش لحمة مدهنة عادية يعني حمرة، بسلقوها اللحمة المفرومة بخلطوا شوي مع الرز وبحطوا للكلب. مش مشكلة هذا، لكن استيل الحيوان بده كمان فيجتابلز خضار. هلأ قدي بده نسبة خضار بيختلف. ليش احنا دايما نحكي الريدي فود كويس للحيوانات؟ لأنه أصلا اللي بيعملوا هدول الريدي فود الشركات والمصانع هي عبارة عن بيجيبوا ناس أخصائيين للتغذية. أنا مش عارفة شو مال صوتي اليوم معلش يمكن رح أشرب مي. في كمان إعلان ناير بدنا نحكي عنه للي حابب يتبنى قطة أو بالزبط. كات في عنا فلاير إذا ممكن بس يحطوه. أيوة على الهواء. هاي عبارة عن بسس وكلاب محطوطين لأدوبشن للتبني. طبعا أنا بدي أعطي رقم الهاتف ممكن يتصلوا بالشخص 07-959-35-474. رح أعيد الرقم، رجع نعيده. 07-959-35-474. للناس اللي مهتمين انهم يربوا بسة او كلب ممكن يتصلوا على هذا الرقم الهاتف. زي ما بتشوفوا هلا الصورة هي موجود صور البسس والكلاب على الهواء. ليه سفيان اخذ الرقم؟ بده كلب، بده كلب ولا بسة؟ سفيان كتير مضر مع الكلاب لانه كان بغيز سنوبي. شو الانواع الموجودة ولا متعددة؟ احنا احكي لك صراحة، احنا ضد فكرة انه نحكي شو الانواع. المهم انه ما بتحبي انت اي نوع من الانواع. انا بصراحة احكي لك شغل، انا مش كتير بهتم بنوع الحيوان. يعني انا عندي سنوبي مش معروف شو اصله، بس كلب هو مخلوط جدا، لكن في نوع من تواصل العاطفي معه. ناير بدي اشكرك دائما على الشغف الحلو عندك للحيوانات وتربية الحيوانات. ميرسي لك حبيبتي لحضورك، ومكملين معكم بدنيا دنيا للساعه 12:30 بعد الفاصل.